بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت في هذه الأيام التي قضيناها هنا السبت اللي مضى هو والأحد درنا تنشيط للمربيين أو للأطر، غادي نخليو الأستاذ مساعد يتكلمنا عليه. وهذا اليومين هذا إذن نستقبل هذا الأخ وهذا القائد الكشاف، الاسم من فضلك؟ عبد اللطيف عيد مساعد، من مواليد 1970، إطار تربوي، عضو وطني لجمعية الشيخ المغربي 408، مكلف بالتقطيع التربوي في جمعية المنظمة المغربية للطفولة والتربية. كما سؤال من فضلك، تفضل. ردنا الماضي الله يجزيك البركة، الماضي اللي من دون طريقتي أول مرة كان الانطلاقة ديالك في العمل الجمعوي. بالنسبة لي أنا انطلقت في العمل الجمعوي وأنا شبل أو جرموز، كان يسمى جرموز في الحياة الكشفية بمنظمة الكشاف المغربي 1977، كان في عمري 7 سنوات. ذكرنا بعض الأسماء اللي عاشوا معك في ذاك الزمن. لما زال شي وزاري من المواطنين. أسماء كثيرة اللي كانت معنا، كان حميد حريش، كان معنا عز الخياطي، كان مجموعة خصنا، كان مجموعة ديال الأطر ديك الساعة اللي كانت. واش كانت الجمعية ديك الساعة تبع البرج ولا المدينة؟ ديك الساعة كانت كان غير حي، كنا حنا غير فرقة القرص. هكاك. 1992 عاد فاش تم تقسيم العمل ديال المكناس ما بين المنزة والإسماعيلية، تحت لنا أن نأسسوا مندوبية ديالنا خاصة اللي كانت منظمة الكشاف المغربي فرع المنزة. داك الساعة أنا التحقت بكم دار الشباب، لأن كنمارسوا الأنشطة ديالنا وحضرت عليكم، وعاودنا على القصة ديالك كيفاش أنت غادرت هذيك الشوية، لأن حتى حنا نفس الإرهاصات التي تدفع بالناس إلى تأسيس. حنا عشنا حتى حنا في الكشاف المغربي من 56 إلى الثمانينات، وعشنا عدة إرهاصات في المدينة التازة. عاودنا كيفاش تدخل بالنسبة لاش غادرنا أو أن نأسسنا كشفية خاصة بنا أو لحسب توجهنا ومنطلقنا ومجموعة ديال الحوايج، وأننا تربينا في منظمة الكشاف المغربي ما نكروهش، هذا هي الجمعية الأم اللي تربينا فيها ولها الفضل كله فضل. ولكن كما كتعرف أن من حق الإنسان أنه يقلب على الطموح ديالو وأفكاره أنه يدرجها وتمشي وتكبر وصبعي اللي حتى هو حلم. أبي عجلاء، سوف نتكلم على حضوري في الأسبوع المنصرم يومين، أعطينا واحد نظرة شمولية على ذاك اليومين اللي مرت فيهم عملية تاع التدريب، شنو هي الصيغة المسائل اللي كانت الإيجابيات وربما السلبيات، شنو هي الأشياء اللي كانت خصها تندار وما دارش. بالنسبة لليومين الأسبوع الماضي اللي كانت 24 و25، هذا كان توجيه من الرئيس ديال المنظمة المغربية للطفولة والشباب سيد حميصة اسماعيل حميصة، لأنه يرتئي وأفكار جديدة ممكن تدخل على المخيمات التربوية الصيفية اللي احنا مقبلين عليها إن شاء الله عظيم في هذه السنة ديال 2014، وأنه حاول يجمع الأطر التربوية ديالو تماما المكونة التي لديها دبلومات وتدريب شبه رياضة ما يخص المخيمات الصيفية. اليومين كان يعني العمل يومين دراسيين تدرسوا فيهم الأطر، الصيغة الجديدة اللي ممكن يتواصلوا بها مع الآباء وأولياء والأطفال ديال أوميج، وكذلك عامة الناس، وتوضعوا برامج لحديثة وكتعتمد على أسس علمية ومنطقية وتربوية في التوجه ديال المخيمات الصيفية، اللي على ضوءها درنا برامج لهذه المخيمات المراحل اللي غتمر فيها إن شاء الله العظيم في الصيف المقبل. وكذلك درسنا بعض الأعمال اللي كانت عطينا الوليدات مع عميل تربوية اللي كانت من إنجاز بابا حجي اللي في الحقيقة يشكر على هذا العمل، وأنه دائما ما كيبخلش علينا بالتكشي اللي عنده وكيحاول أنه يوظفه في سبيل التربية وفي سبيل منهج ديال الحقل التربوي بصفة عامة. وشنو هي أستاذ المسائل اللي ندارت والمسائل اللي كنت كتم